قلت انا خديتو خديتو بفريق الوداد البيضاوي كان المونطون ديالو 1000 درهم. خديتو انا وحجي وعدوى وفوزي، خدينا كنا سينينا كونترا ديال 5 اون ديال 5 سنين فيها 1000 درهم للشهر ومليون بريم دو سيناتور. هذيك نكذب عليك والله الا عطيتها لوالديه، عطيتها لوالدين هما الاولين اللي ما عطاش لوالديه، من القليل ما يعطيش من الكثير. اختي هدى اول صغير خديته في الماتش، اول صغير جو خديته اول صغير في الماتش فيه 3000 درهم وغالبا تكون شري فيها حوايج غالبا، وخديته دورت طير الدار شي حاجه ولا بقيت خديت بيه حوايج. يعني الصغير اول صغير ديالي خديته هو كان في المدينة ديالي في الناظور، كان تقريبا واحد 750 درهم. أول مرة جبت صالير صفت بيه المدينة، كنت عندي تقريبا شي 14 ولا 15 عام، مشيت بيه لمراكش دوزت بيه يومين أنا وصحابي وجنا بيه. ما كانوش كيتسناو مني عليهم الدار، ما كانوش كيحتاجوني عليها، ما عاونتش بيهم مال الدار ولا شي حاجة. أي هذيك الساعة كنت مع الفريق ديال تورقة وهذيك الساعة كنت نشد 2300 درهم. واش نقول كسيت بيه راسي بعدا، لبست بيه شريت بيه خرجت بيه شي اللي كاين، شي اللي درت اختي، شريت بيه حوايج ليا، شريت بيه عطات مالي الدار، شريت بيه حوايج ليا وصافي. المهم اول حاجه راه عطات مالي الدار واحد لاصوم وما باقي صرفتو على راسي، يعني شريت بيه وما باقي خليته عاوتاني باش من ما يدوز الصالير. اول صالير اللي خديت انايا هو ملي كنت نلعب في ديال سيرينا جو بونس مع الاتحاد المحمديه، خديت 1000 درهم خليتها ليا وعطيت 2000 درهم عطيتها للدار. اختي هذيك 1000 درهم بقات ليا، 1000 درهم هيك عارفة خصك تشرب قهوة، خصك تخرج مع الدراري. حيت على لا خصي الدراهم كانت عندي، كنت هذيك خلصت لها لاكارت دابومون ديال الطوبيس، وقعدت قعدت هذيك الساعة قعدت فون درهم، عطيت لها 200 درهم للوالدة، و 200 درهم أخرى ما عرفتهاش كيفاش نسحب. يعني أول طالب في الكوكب المراكشي كنت قبضته في 5000 درهم. يعني كنت نقولوا فرحان اول طالير غنقبض، وكنت انا مع دارنا الاخر كليتو شريتو حوايج شويه هكا وشويه هكا.